في مستدرك الحاكم على الصحيحين، وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وأيضا الذهبي الذي تعقبه وخاصة في قضايا أهل البيت لم يستطع إلا أن يقول نعم الحديث صحيح على شرط البخاري ومسلم، كما في تلخيص الذهبي عن عبد الله بن وهب بن زمعة قال أخبرتني أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اضطجع ذات ليلة للنوم فاستيقظ وهو خائب، وبعض النسخ وهو حائر، ثم اضطجع فرقد ثم استيقظ وهو خائر دون ما رأيت به المرة الأولى، ثم اضطجع واستيقظ وفي يده تربة حمراء يقبلها، فقلت ما هذه التربة يا رسول الله؟ قال أخبرني جبريل أن هذا يقتل بأرض العراق، يشير للحسين، فقلت لجبريل أرني تربة الأرض، فكان النبي يقبل التربة. في معجم الطبراني أيضا إسناده حسن كما قال الهيثم في مجمع الزوائد، أخذت أم سلمة التراب فصرته في خمارها، فكانوا يرون أن ذلك التراب من كربلاء. روايتان صحيحتان، جبريل وملك القطر كلاهما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن القضية قضية ملائكة منشغلة، رسول الله يبكي، علي يبكي من بعده. انظر هذه الرواية في مسند عبد بن حميد، والبوصيري في الإتحاف قال سنده صحيح، قالت أم سلمة فسمعت نحيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. النحيب مش فقط رفع الصوت، رفع الصوت مع ألم شديد. نعم. فجئت فقلت يا رسول الله والله ما علمت به، هي ظنت أنه ينتحب لأنها سمحت للحسين أن يدخل عليه السلام. قال إنما جاءني جبريل عليه السلام وهو على بطني قاعد، فقال لي أتحبه؟ قلت نعم. يعني جبريل ألا يعلم أنه يحبه؟ إذن هو يسأل ليعلمنا، جبريل يريد أن يعلمنا. أتحبه؟ قلت نعم. قال إن أمتك ستقتله. طب مش الأمة قتلته، اللي قتلوا جيش يزيد، لكن الآخرين المعاصرين كانوا ساكتين. صحيح. طبعا كأغلبية، هناك من أنكر وهناك من استشهد بين يديه. طيب والذين جاءوا بعدهم ما شاهدوا الحادثة أصلا، لكنهم رضوا وبرروا ودافعوا. والذين جاءوا، طبعا أعود وأقول الأغلبية، ونحن منكرون إلى يوم القيامة، وهذا يعني وليتنا كنا هناك لنستشهد بين يديه، وليت الله مكننا من قتل يزيد أو معاوية أو كل هذه الطغمة التي حرفت دين الله ودين رسوله. فإذا أما إن أمتك ستقتله، طبعا الإسناد صحيح، صححه البوصيري في إتحاف الخيرة. ألا أريك التربة التي يقتل بها؟ فقلت بلى، فضرب بجناح فأتاني بهذه التربة، فإذا في يدي تربة حمراء وهو يبكي ويقول يا ليت شعري من يقتلك بعدي.